أهلا وسهلا إخواني أخواتي ومرحبا بكم، وشكرا لكم على التفاعل ديالكم. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع اللاصق ديال طاقم الأسنان. كيف كتعرفوا كاين بعض الناس اللي كيكون عندهم مرض السكر، العظام ديال الفك ديالهم كيتكال دغيا. دونك كيفاش غادي الطريقه كيفاش نستعملوا اللاصق بالطريقه الصحيحه. اول شيء شنو خصنا نديرو؟ دونك طاقم الاسنان ديالنا غادي نشدو واحد البول، يعني واحد السلافه وتكون فيها الماء دافي شويه، ما سخون ما بارد، وغادي نحاولوا ننظفوا طاقم الاسنان ديالنا. دونك كتشدو البول، واحد الفرشاه تكون فرشاه ما تكونش حرشه بزاف، تكون رطبه، ونشدو الطاقم ديالنا ونحاولوا ننظفوه، ولكن نطفوه فوق لو بول ديالنا باش حتى لا طاح ولا شي حاجه ما يوقعش لينا، يعني ما يتحرش. ديما نطفو الطاقم ديالنا فوق لو بول باش حتى لا طاح يطيح فوق الماء. دونك نحاولوا نطفوه مزيان بالماء الدافئ، كنحاولوا نحيدوا المخلفات اللي كاينين هنايا، تقدر تكون يعني كاين ديجا مركب داير لاصق ولا داير هذا. دونك كنحاولوا نمشيو معاها بشويه بشويه حتى كننظفوه مزيان، وكنحاولوا نشفوا الطاقم ديالنا كامل، سواء الطاقم السفلي او الطاقم العلوي. دونك كنحاولوا نشفوه مزيان، ومن بعد كاين بزاف الانواع ديال فيكساسيون ديال فيكساسيون ديال لي بروتيز. كاين بعد ما غسلنا الطاقم ديالنا بالماء دافئ، وحيدنا كاع البقايا تاع الماكله، وحيدنا كلشي ولي ديشي تاع لي بكتيري وداكشي، من بعد نقول لكم كيفاش تحيدوا لي بكتيري. كنشفوه، كنشدو واحد كلينكس، كنشفوه مزيان، كنشف مزيان، وكنحاولوا نشدو اللصق ديالنا او لاكول ديالنا، وكنحاولوا نديرو ثلاثه تاع النقطات. دونك كيبان لكم هنايا، دونك ندير وحده هنا وحده هنا وحده هنا، كذلك لتحت وحده هنا وحده هنا وحده هنا، ومن بعد كنركبوا الطاقم الفوقاني والطاقم التحتاني، وكنخليو كنحاولوا نعطوا السنان ديالنا، وكنبقاو على الاقل واحد 15 دقيقه حتى 20 دقيقه عاد لا بغيتي تاكل به، باش الطاقم ديالك ولا لا بروتيز ديالك تفيكسا مزيان، باش انت تبقى على خاطرك، ماشي حتى يعني او ميم طون درتي اللاصق وغادي تمشي تاكل به، لا، تبقى على الاقل واحد 15 دقيقه حتى 20 دقيقه عاد تاكل به. كاين بعض الناس، كاين بزاف الانواع ديال اللاصق. كاين اللي كتبقى تقريبا 24 ساعه يعني واللاصق شاد لك فمك، كاين اللي لا ديوري ديالها كتكون ناقصه شويه. بارفوا ملي كدير اللاصق ديالك كتحس بالفم ديالك ما كيبقاش شاد. دونك في هذه الحاله هذه غادي تلجأ للطبيب ديالك، وغادي يعمل لك، يعني غادي يخدم لك ان غوبازاج، يعني غادي يشد الطاقم ديالك وغادي يحاول يخويه من هنا، يعني يتخوى من هنا، وكذلك هذا يتخوى من هنا، ويدير ليه لالجينات ويديروا لك في الفم ديالك، وتحاول من يركب لك في الفم ديالك، حاول العضه ديالك، حاول تعض على سنانك، حيت لا عضيتي لا درتي هذا بوحديتو وتحتاني بوحديتو العضه ما غتبقاش هي هذيك. دونك ملي غادي يدير لك الروبازاج حاول العضه ديالك تكون قاده، اوكي، تكون قاده باش انت تكون مرتاح، حيت درتي بوحدو هذا ودرتي لي ان روبازاج، يعني كتسمى بالعربيه تبطين، يعني بحال اللي كتزيد فيه، يعني كنزيدو فيه،
فهمتي، ولكن خصو يخوى هذا مزيان عاد دير ليه العمليه تاع الطبطين. والعمليه تاع الطبطين خاصها تكون الفوقاني مع التحتاني، خصهم يكونوا السنان فوق السنان. الا فاقمتيهم العضه ديالك ما غيبقاش، والفم ديالك غادي يمشي في حالات يعني شدوا ولوحوا. دونك في هذه الحاله هذه الناس اللي ما كتبقاش شاده ليهم هاد لا بوماد، يعني هاد النوع ديال الفيكساسيون، فهمتي، يعني ما كيبقاش صافي، ما كيبقاش عنده ديك لا بروتيز، واخا كيدير لا بوماد ما كتبقاش كتشد ليه. هما كاين بزاف تاع لي بوماد، كاين فيهم انواع، ولكن حاول انت تاخذ النوع الجيد. وكذلك نوصيكم ديما ديما النظافه. ملي كتحيد ملي كتدوز به النهار ديالك وهذا، كتشدو ديما الماء دافي وكتحاول تغسلو بالفرشاة تكون رطبة، تغسلو مزيان شوية عليك، وهذا عاد عاد دير العملية تاع لابومار. بالنسبة للبكتيري، يعني كاين البكتيري، كاين بعض الأقراص كيتباعو في لافارماسي، كتشد الطوطال ديالك وكتبيتو فيهم وكتخليه باش كيحيد لك لي باكتيري، ما كيحيدش لك الوساخ ولا شي حاجه، يعني كومون كيحيد لي باكتيري من الفم. ونصيحه ديما ننصحكم ديما النظافه، يعني كاين بعض الناس اللي كيركبوا الفم ديالهم كيمشي يومين ثلاث ايام كيجي الفم ديالو حالته ديما النظافه باش حتى تحس بانك راك مرتاح، يعني ملي كدير الفم ديالك يعني راه شي حاجه كبيره، يعني راك تدخل شي حاجه كبيره، يعني الفم ديالك هذا. ثاني حاجه في ديما لا بروتيز ديالكم ملي تبغوا تحيدوها ديما حطوها في اون بول فيها الماء، ما تحطوهاش هكا يعني ايور، ديما بول تاع الماء حطوا لا بروتيز ديالكم. دونك كيف قلت لكم ديما الطاقم ديالكم خاص يكون نقي، يعني النظافه ثم النظافه، يعني راك دير شي حاجه فمك خاصها تكون نقيه. ووقت ما ساليتي من الماكله حاول ديما الواحد يغسل الطاقم ديالو باش الماكله ما كتجمعش لك في الطاقم ديالك، يعني كيبقى ديما نقي. ولاكول ديالكم حاولوا تستعملوا لاكول ديالكم بالقياس، وتبعوا الطريقه، يعني تشد الفم ديالك وتحاول تغسلو مزيان وتمسحو بكلينكس ودير فيه ثلاثه النقيطات وما تكثرش بزاف، وتحاول تدخلو غير بشويه والعضه، يعني هاد النقاط مهمين. كيف قلت لكم كاين بعض الناس اللي كتجيهم كيكون عندهم اللعاب بزاف، يعني لا صاليف بزاف، كتجيهم اللقيه كيبغيو يردوا، يعني عادي حاول تشد واحد البونبون ولا شي فانيده وتخشيها في فمك، ما غيبقاش عندك هذا المشكل مع الوقت. وكاين كيف قلت لكم راه كاين بزاف الانواع تاع الفيكساسيون، حاولوا تختاروا النوع الجيد وتستعملوه. وثاني حاجة ولا ثالث حاجة، الفم إلا ما بقاش شاد مزيان تحاول تمشي عند الطبيب ديالك ويدير ليه ان غوبازاج، يعني التبطين تاع الفم، ولكن التبطين خاص يكون يعني بالطريقة الصحيحة. والوقت اللي يدير لك التبطين حاول العضة ديالك والعضة يعني الفوق والتحت تكون العضة مقادة مع السنان، ماشي يدير لك التبطين. كاين بعض الناس اللي كيديروا غير الطبطين الفوقاني بوحدو والتحتاني كينساوه، ملي كيجي يبغي ياكل الفم ديالو كيمشي ليه كلشي. لا، حاول ديما تركزوا على هذه النقطه هذه، يعني انا كنعطيكم شي حوايج اللي ما كتلقاو، انا ما غتلقاوهاش في بلايص اخرين. دونك نتمنى هذا الفيديو هذا ينال اعجابكم. وواحد القضيه كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم وكنحبكم في الله. واي حاجه مرحبا بكم، واللي ما عندوش واللي حاضر في كازا هديه من عندي طاقم الاسنان من عند خوكم نور الدين.
واحد القضيه نقول لكم، انا ماشي طبيب الاسنان، انا متخصص في الاسنان، جميع انواع الاسنان، سواء لا بروتيز توتال، سواء الفار بلاس، سواء الفيكس، سواء ستيليس. دونك انا لابوراتوار دو بروتيز دونتير. دونك شي واحد ما عندوش وبغى يصاوب الفم، مرحبا بيك، مرحبا بخوك نور الدين، ولا الاخت ولا اخ ولا اي حاجه، مرحبا بكم على الراس والعين، احسن خدمه من عند خوكم نور الدين. كنشكركم بزاف وتحياتي لكم، والى فيديو جديد ان شاء الله، واي حاجه خلوها لي في التعليق وانا معكم. تحياتي لكم.